بعدما كان ملاذا لعشاق الموسيقى، بات مقهى أم كلثوم المسمى تيمنا بكوكب الشرق يقاوم الاندثار. حاله في ذلك حال المسارح وأماكن ثقافية أخرى في شارع الرشيد التاريخي في العاصمة العراقية. حين كان المقهى في أوجه، كان صعبا جدا تلبية طلب الزبون بشكل سريع نظرا لكثرة الرواد. مقهى أم كلثوم مقهى تراثي ومشهور بالعراق وفي بغداد، وكنا من رواد المقهى، من كنا شباب وإن شاء الله بعدنا شباب همينة. من في فترة السبعينات نلتقي أنا وأصدقائي، يعني كانت تختلف الوضعية عن قبل. ترددت على هذا المكان من السبعينات احنا وأصدقائنا، فتعلقنا بهذا المكان، كنا نسمع حفلات وأغاني أم كلثوم وتأثرنا بيها، وبقينا لفترة طويلة مستمرين ولحد هذا الوقت. لا يرتاد المقهى اليوم إلا كبار السن من الرجال الذين يأتون لشرب الشاي أو لعب طاولة الزهر. التغير الوحيد الذي أدخل على المقهى حلول مسجل جديد محل القديم الذي يعمل باسطوانات يستغرق دورانها أكثر من ساعة، ولم يعد الأمر يتطلب سوى عامل يختار المحتوى بدلا من سماع هتافات الزبائن المطالبين بهذه الأغنية أو تلك.